قصة هانسل وغريتل. تحكي القصة أحداث عائلة فقيرة تتكون من فتاة تدعى غريتل والصبي يدعى هانسل، يتيمي الأم، والدهما حطاب فقير طيب، وزوجة أبيهما شريرة تريد التخلص منهما بحجة أنهم فقراء وغير قادرين على رعاية الطفلين. وبعد أن علم الطفلين بهذا الأمر، استدرجاهما والدهما رفقة زوجته إلى الغابة وتركاهما تائهين، إلا أن الذكاء هانسل بوضعه الحصى على الطريق جعلهما يرجعان إلى منزلهما. هذا لم يرق الزوجة التي حاولت مرة ثانية اصطحاب الطفلين رفقة والدهما إلى أدغال الغابة، حيث عمل هانسل من جديد على وضع قطع الخبز بالطريق بعد أن تركاهما والدهما وزوجته في الغابة. حاولا العودة إلى المنزل من جديد بتعقب قطع الخبز، إلا أن الطيور أكلتها ليتوها وسط الغابة. بينما كانا ضائعين في الغابة، أثار انتباههما منزلا على شكل طعام وحلويات. اندفعا إليه، وجدا فيه عجوزا شمطاء كبيرة في السن تطعمهما ما لذ وطاب من طعام حتى يناما. في اليوم التالي يكتشف الطفلان أن هذه العجوز ما هي إلا ساحرة شريرة تستدرج إلى منزلها الأطفال قصد أكلهم. تحتجز الساحرة الصبي هانسل حتى يصبح طفلا سمينا، في حين تجبر أخته غريتل على تحضير الطعام الذي تطعمه لفريستها هانسل، إلا أنهما يتفقان على الإيقاع بها وينجحان في استدراجها إلى الفرن الذي كانت تحضره لشي هانسل، يتخلصان منها. وفي الأخير تمكن هانسل وغريتل بالفرار بعد أخذ الكثير من المجوهرات ومال الساحرة والعودة إلى منزل والدهم، حيث وجداه وحيدا بعد تركه لزوجته، ثم أمداه بالمال والمجوهرات التي أحضراها. لقد أصبحوا أغنياء وعاشوا حياة سعيدة. النهاية.